ساعة و11 دقيقة محلية المزيكا التونسية محلية بن ديرمان، شيماء محمود، فينيكس وراش، برشا فن وبرشا فيانا. محلية اي اف ام كي تقرر باش تعدي كان مزيكا تونسية بوندون الصيف هذايا الكل. ميرسي لاي اف ام تي في، ميرسي للناس تفرج فينا، ميرسي وي نايلة زماني في الاعداد، معز ربي الكل، ربروبه سالو، شحوالك. هو سورتو راهو الموزيكا اللي هي بور لي جون، معناتها وي وي مش موزيكا قديمه بور الناس الكل. انا هاني ماني جون ونتمتع الحقيقه بالمنتوج التونسي بلي جون. شايبه محمود نقدموا لها تحيه كبيره برشا، فرحانين زاد بانتاجها جديد. نسيم بورقيبه عنده انتاج جديد باش حكينا عليهم بعد. اما الان ليديز اند جنتلمان، باش نحكيو على صغارنا، على مستقبلنا، على عينينا، على قلوبنا، على كبدتنا، على حياتنا، حياتنا القدام، على مصيرنا نجم نقولوا، على السكونا سوبي احنا في العشر سنين هذوما. الصغار اللي عمرهم توا 7 و8، شنو اللي باش يصير فيهم الحقيقه؟ تفضل يا صغيرة. نحب نقول حاجة. تفضل. أنت قد إيه عمرك؟ 7 ولا 8؟ أنا عمري 7 سنين. باهي. تاتا شيماء، تاتا شيماء هي اليوم ما هيش باش تجي معنا بالتليفون، أما جات بحضنا هنا. يا في مع السلامة شيماء. إي تحرقت لنا الدنيا. هاي صوروا لي شيماء، صوروا لي شيماء بالحاج. الخبيرة في صحة الأطفال وفي البسيكولوجي. وفي الشاي كل جمعة تنورنا. اليوم باش نحكيو على كل عادة العودة المدرسية، ما بعدناش على الموضوع الساعة، ولكن باش نحكيو على الانتجراسيون، على الاندماج. أسأل الأطفال الصغار، فما عباد يندمجوا بالمشتى ديريكت، يدخل طول يكسر في الدنيا، وفما صغيرات يقعدوا في تركينتهم إلى أن ينوب عليها ربي. مرحبا بضيفتك للربيع. عايشك، مرحبا بك. أيوة رقدت مليحة؟ أي سي بون. باهي سي، تفضل انطلق. باهي اليوم باش نحكيو على لي بروبليم تاع انتغراسيون سكولير. الوغ نحكيو على لي فاكتور اللي يخلي صغير مثلا إلي تيميد، إلي روتيري، عنده دي بروبليم دانتيغراسيون دوتاتاسيون في الكلاس نتاعو، سيرتو في الظروف لونتخي هذيا كل شيء. دونك فما بليزيور فاكتور، من أهمها لي فاكتور فاميليال، لونتوراج، البسيكولوجيك أوسي. تلقاها لا مير، مير بول هيبر بروتيكتريس، و بروبليم دو كوبل في الفامي كل شيء. دونك هذيا بالنسبة للي فاكتور المهمين. فما زاد ليشيك سكولير يلعب دور كبير في البناء شخصية الطفل وكل شيء. دونك الميليو سكولير هو بيدو يأثر على الكومبورتمون دو لانفون وكل شيء. الإطار المدرسي. فوالا سي سا، الإطار المدرسي مهمة على الأخر، على الأخر. خاطر بالحق، على خاطر برجو لي خلينا نحكيو بصراحة، مسيج قصيت عليك. فما نوع من تكشبيرة معينة نشوفوهم في الإدارة نتاع في العودة المدرسية، نشوفوا نوع من الخيوبية، تخيب الوجه من قبل بعض المسؤولين مش الكل، ومن قبل بعض الأساتذة والمعلمين مش الكل، ومن قبل بعض لي سيرفيون. راهو الكبس باهي وي، مي فما طريقة سلسة. هو راجع ديجا، راجع يعني به ربي، راجع على القراية. كنا نتأثروا في العودة المدرسية، نفرح وما زاد نخموا العام كامل. دونك هيا نبتسم يا ناس. فوالا 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 فوالا، هذا هو. تفضل، واصلي واصلي. فوالا الابتسامه هي اول حاجه. مهم والله. ديجا صغير لازمك تهيئو كي باش يدخل، مش باش تحطو هكاكا، هو حاجه باش تحطو ديريكتومون. لازم سورتو صغار مثلا لي زونفون تيميد، لازم من الاول تحطو في ان بتي جروب، كو سوسوا في كلوب، في اكتيفيتي سبورتيف، تجيب له صحابو للدار بوغ لانتيغري. وزيد دا بيسكو هما عندهم دي بروبليم مثلا ديستيم دو سوا، او ديماج دو كور، او دانسيكوريتي كوشاي. دونك il faut bien le valoriser صغير هذاك، تخليه معناها يحس بالسيكوريتي هذيك بسيشيك، وتهيئو بالقدا. وبعد تحطو سورتو امامكم الصغار كي يطلب منك باش يقرا مثلا مع اصحابه ولا في مليو يرتاح فيه، خليوهم. خاطر سينو راهو مش باش يرتاح، مش باش يلقى راحته، وراهو بعد باش يطيح في ليشيك سكولير اللي هي حاجه صعيبه، باش تزيد اثر عليه وتهزو للخايب القدام. فوالا.
وبارمي الحاجات اللي ننصح معناها لي بارون انهم يمشيو بهم ابار انه يهي صغيرو وينتغري ويعرف كيفاش يحكي مع لا كوميونيكاسيون بيان سور. اهم حاجه زيد الجو اللي هي مهمه ياسر اللي هي جو درول كو سوا في الفامي ولا في لونتوراج الصغير نتاعو كو سوا لي فوازان نتاعو لي كوزان نتاعو صحابو ولي جوز دو سوسيتي معناها ابار لابرونتيساج ولي اكيزيسيون اللي يعطيه لي جو لامباكت نتاع جو على الصغير هذيك زيد فما الامباكت اللي هو سوسيال وبسيشيك وكل شيء واللي هو يعاون ياسر بيسكو فما لاسبي لوديك اللي هو يعاون الصغير ويحفزه باش يقدم بالقدام. ولا ما يسالش كي نلعبوا غميضه مع صغارنا كي نلعبوا تكربيسه نلعبوا عند تروا سبا كل شيء كل شيء في الدار هذيك مش اي حاجه زاد نقصوا شويه من الخوف على صغارنا الاوفر الياسر تاع يجي يعمل حاجه ليه ما تعملهاش يجي يجرب حاجه ليه ما تعملهاش باش يحس روحه اي حاجه باش يعملها يولي يتردد اثر من بعدها الون تيرم على حياته يولي انديسي يولي خواف يولي برشا حاجات ما نعرفش كان كلام صحيح ولا لا. صحيح 100% صحيح 100% علاش ولدي ما تخافش شوف والله مش وصل قلت ربي يستاهل انديسي هذاك كيف هذاك كيف في الموزيكا برافو قرم قصات التدخل يسرح له وجهك وي رشيق رشيق سيسا خير بيان يعطيك الصحه شيبه بالحاج ميرسي على النصائح وميرسي اللي جيت بحذانا وبربي عاود يجي بحذانا هكا اسهل شوفوك ونحسوا بالانرجي زادة بالحق خطر كي يبدأ إنسان عنده مساج ديما بوزيتيف راي يعدي طاقة حلوة ذاك علاش ربي بتحسي روحها ناجحة البريزونس نتاع شيماء يعطيني برشا انرجي نكمل معانا سيزون كاملة سيزون كاملة تحية المهدي بالراضية مدير البرمجة سيزون كاملة معانا شيماء بالحق باش نتعداو ونحكيو موزيكا في البوزيتيف ديما كالعادة ومع الصغرون اللي نحبوه برشا نسيم بورقيبه باش يحكي لنا موسيقى وباش يحكي لنا لمات صحاح نتاع ولدك ينجم يكون في اطار التخفيف عليه وفي اطار انه يولي وليد محلاه فما الجمعيات وفما لمات اللي هما مربوطين بالموسيقى بشوفوا توت سويت مع نسيم بورقيبه ديب اي اليوم باش نشوي قاعد كيك منشرح فشوش نيجيري نيرجي نعطيك الطاقه الايجابيه صح وبما انه احنا اولاد الديجيتال اليوم باش نحكي كيفاش مشكله السناب بالاخص او العامين هذوما مشكله الارتيست مع الكوفيد كيفاش فما ديزارتيست منعوا بالديجيتال الديجيتال شنو بالضبط نحكي على الديجيتال ديستريبيوشن اوكي اوكي كيما قرون قص كيف قرأت مش كل شيء يسلم فيه روحك عليه نرمي روحي وين نحب كمل لنا نسيم حطوا له يفطر باش تفضل الديجيتال هذا يعني لا ارجع ديجيتال كنت في ديجيتال دونك لي زارتيست اللي منعوا بالديجيتال او بالاحرى معناها بالضبط الديجيتال ديستريبيوشن اش معناها ديجيتال ديستريبيوشن انه فما دي زارتيست سنه ميم حتى في العالم نشوفوهم كلي معناها الموسيقى نتاعهم كثرت سور لي بلاتفورم كيما سبوتيفاي ديزر انغامي البلاتفورم كيما كيك علاش على خاطر في بريود الكوفيد ليفينمونسييل معناها والمهرجانات والعروض دونك ما يصيروش وي بالطبيعه دونك فما برشا فنانين خسرت فما برشا فنانين ما لقاتش كيفاش تاكل كيفاش تعيش معناها وي نحكيوا على فنانين في امريكا اللي معناها قعدوا بريود كوفيد بالاخص عمناول فما دي مليون دي دولار كانوا يدخلوا فيهم معناها في العوام النورمال وخسروهم وما دخلوهمش في بريود الكوفيد فهمتك كيما فنانين كيما فما فنانين دخلوا برشا فلوس وي واستنفعوا برشا حاجات ما نعرفش يعني ناخذ اكزامبل توري لينز في امريكا السيد هذا عمل راديو سور انستغرام داكور اسمه كوارنتين اوكي ديما يطلع يحل لايف ويطلع ديزارتيست معاه ديما يعمل موزيكا يهبط سبوتيفاي ديزر ديما موزيكته موجود علاش خاطر العباد في بريود الكوفيد قلقه تحب ولا تكره فما فراغ كبير يعني فما برشا ناس اللي تفرهد معناها الموزيكا تفرهد على العباد دونك كي يلقاو كيفاش يكتشفوا برشا موزيكا جديده لقاو الوقت القعاد في الدار خلاهم يسمعوا برشا موزيكا اكزاكت
وليه الحاجة هذيك رجعت بالنفع للزارتيست معنا. دونك فما ناس عرفت كيفاش دخلوا فلوس سمعوا. بالمناسبة صديقي البارح حبت ألبوم في أمريكا دريك. دريك تحية صديقه يفطر مع فرد صحن البارح ودا في الحجام هزش عليه تليفون حبيت نهنئه معنا في يعمل فك القلب في شعره. لا لا بدلها توا بدلها. دونك حبيت نهنيها تحية لصديقنا دريك وحلو الكليب ياسر ادخلوا تفرجوا في الكليب تاع دريك نعاونوا حتى الأمريكيين نحن نعاونوا كان في المعاونة نعاونوا نحب من حب حب هو زمقري بتبياته ديش ربيت. عنا الروبريك متاع لي تخوى فيديو عنا 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 والله كأنه عندي يسأل عليك الخير اي خلينا نشوف من جملة الناس اللي ما وقفتش زادة في الكوفيد بالحق انا وقفت تحية ليه ما وقفش الكوفيد مالك بالحاج كيف ما وقفش الكوفيد ما وقفت زادة سامحني عامة الباك ربيب ما وقفت عامة الباك هبط ألبوم بسيط جدا وحقير جدا عملته في الدار الحمد لله عجو سيبيان كله باللونجلي وعندك ثوى موسيقى جديدة عندي موسيقى جديدة إن شاء الله شاسمعها اليوم ثوى إكسكلوزيفمون على EFM في ولادة دي جي أون سايت الجمعة الجاية نبدأ نصور في كليب إن شاء الله ياه أنا كسيف كليب ميوزيك ياه ناو إفتر وان إنت وين وان عبادة مريضة تكرهتي ببالي موسى يعطيني مبيدة فلوس في الميدة دولة تفصى دور وحيدة ومخ في البيضة وجيبة مقطع ديني الفيزا بلاش باليزا مشق وبحري عبادة مريضة تكرهتي ببالي موسى عطيني مديدة فلوس في الميدة دولة تفصى دور وحيدة ومخ في البيضة وجيبة مقطع عيني الفيزا بلاش باليزا نشوق بحرية تسبوك من لولو كيف خليني نقول حاجة هذه موسيقى نسيم بورقيبة تحية ليه دونك جون برافو تبارك الله عليه اما حسيتك برابور للغنية اللي قبلها حسيتك بلغت أنا يا سبحان الله بالحق صوتك خشين ولا كيف هذو باليزا فيه ولا ليه ما فما تطور معناها وليت نظهر في النطق وكذا فهمتك فهمت خاطر الموسيقى اللي قبلها حاجة اللي قبل بالانجلي لا الموسيقى اللي قبل بالعربي ما جوست جوني لي كومونتير انه النطق مش واضح بالكدا حسيلو نرجع للربيع حسنت فوالا برافو لا لا خلينا نقول لك برافو والتيتر هذا باش تسمعوه ويمشي نلقاوه خوشينمون ان شاء الله يوتيوب سبوتيفاي لي بلاتفورم الكل حسيل وقتاش ياب ان شاء الله مازال ما بداش يتصور كرومب لا ما هو شابت في الكليب لا بتينا بروموتيف شاب ديريكت كليب انا مش نسمعوا الموسيقى من بعد الكليب الكليب ديريكت هكا ولا كليب ديريكت واضح يعطيك الصحه انا سي بورقيبة تفضل كمل سكر الريبليك نتاعك جوست نحب نقول نحب معنا في الريبليك نتاعي نرجع لتونس انه راهي فما برشا ارتيستوات تضرت علاش خاطر الحكايه هذه نتاع الديجيتال ديستريبيوشن راهي ما في تونس للاسف ما وراهاش مربوح معنا وي ارتست باللي باش يسمع سبوتيفاي ولا اللي هو راه مش باش يربح ناخذ اكزامبل معناها كبير برشا ولاني الاكزامبل هذا نقدروا على الاخر ريد ستار وي تحيه لعلي والرادي تحيه له ناس سوكسي كبير برشا ديرنيرمون البوم هيت اش مازال كذا بداو في التورني نتاعهم على اساس باش يبداو في التورني نتاعهم وي مي الكورونا وقفتهم برشا. ما كملوش التورني نتاعهم وي وما كملوش يخدموا راو نحب نقول ما نعرفش نوجه سؤال ولا نوجه نداء ولا يعني بالرسمي حاجة غريبة لما حالة انه راو ما فماش كان ليفينمونسيال مادام تونس عملت ايتاب باية انه سبوتيفاي اصلا ما كانش معناها موجود في تونس ما كانش متوفر ولا متوفر علاش ليه ما نحاولوش نحسنه ما نعرفش كيفاش ما نوليو نحاولوا نخدموا على كيفاش يولي المدخول به معنا في جرة لي بلاتفورم في جرة ديجيتال في الموسيقى في الموسيقى واضح واضح يعطيك الصحه ميرسي بوكو دونك كيما قلنا تبعوا وكونوا مع الناس الناجحه كونوا مع الناس كي ريزيست كونوا مع الناس اللي يعملوا ليكسيبسيون وينجحوا مش لازم تنجح من المره الاولى ولا من المره الثانيه شد صحيح قدره ربي يكون معاك نجاح مرحبا بكم من ما كنتوا هذه EFM وهذه ديب السلام عليكم يا عزيز عليا هذه ساعه 32 دقيقه هذه ولادي ديجيتال وهذا فهم رياح يحفلك كالعاده ميرسي بوكو على البال انرجي برشا انرجي فشفوش تبارك الله عليك مازالت البركه الحمد لله ربي يفضلك يا على الفنان فهم رياح تحيه ليه وتحية للناس اللي يسمعوا فينا وتفرجوا فينا على EFM TV دونك ماضي ساعة و 32 دقيقة مازالت نص ساعة في عمر المباراة يا رباب الله الله وعندك ضيف يا رباب باش تعرفوا عليه بعد شوية اسكندر باش يحكي لنا
على شويه مشاكل كالعاده، مشاكل اللي احنا نصغروها ونترتيوها بطريقه لطيفه باش تتعدى مشاكل تولي. هو الحقيقه اسكندر ملك اليوم باش يحكي لنا، باش يحكي لنا على القدره الشرائيه. اسكندر ملك هنا ريان كاري باش يحكي لنا ما صايس مش في وقتنا على غلاء الاسعار في تونس وكيفاش اليوم العبيد معاش خالطه باش تكري ولا ما نحكيش باش تشري اراضي. معناتها اليوم العبيد معاش خالطه باش تكري في الباتيمون دونك باش نحكيو باتيمون. مرحبا اسكندر. اهلا وسهلا والله ظاهر ملك ظاهر وهره مرحبا بك. نجم شكون هكا و تحية للربي، تحية للفريق اللي تقن سمعنا اسكندر قالوا لي قد شعرك. تحية الحمزة بربي وانا نسيت الورقة متاع الكيستيون اي برا جيبها برا جيبها هو حمام حمام معز 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 يا شباب يجيكم ربك في الإخراج وفيها متشاي طفلة مسكين عمرها ما شافت الطفلة هذه عملت في كاريرها ألف برنامج وما شافتش الفوضى هذه. دونك تحية للفوضى هذه. مالك بالحال سافا تو تسون بيان وين تخي بيان معز؟ خلي عافس خلي عافس معز مثل الورق. سافا معز؟ معز والله ما جيت تقعد ينورك يا معز. برا اقعد برا اقعد ينورك يا غالي تفضل تفضل. اي اون غوفيان او شوز دو سيريوس عندنا مشاكل في حياتي. اي عسلامة معز. مرحبا تحية ليك. سلام عليك معز. خلقت من القاعدة بالاعداد الكل والله صدقوني كل مرة نقول لكم راهو غاديك سخونة لهناك كليماتيزي ما كنتش راهو نجي لنا على البرود راهو مش حاجة جاية. تحية لأصدقائنا التقنيين على السخانة اللي قاعدين يتحملوا فيها. باهي يا سيدي باش نحكيو كيما قلنا مشاكل الباتيمون، مشاكل الكراي الجدد، مشاكل البيع والشراء. علاش الأسوان طالعة في السماء؟ أنا صار 25 جويلة حتى بعد 25 جويلة الأسوان طالعة سي اسكندر. والله ديما معناتها هذا أول حاجة باش تنام بريزونتي. اسمي اسكندر ملك، شو ريسبونسابل امبور اكسبور دون سوسيتي نتاع التصدير في المرسى. دونك نو ترافاي كونكريتمون سي سامحوني بور لو تفضل نو ترافاي كونكريتمون سي ان تي بو ان تي بو تعرفني يا ربي بالعربي اسكندر سامحني سامحني. لا قيس عيد رئيس راس الهرم يتكلم بالعربية دونك اذا بيت تفسر لنا بالعربي. تربيت في المرسى نحكيو ياسر فرنسي. اوكي نحن في مستير نحكيو بالشلحة ندخلوا طنجاوي. سالو لي مارسيي. سالو اخويا اسبيغ كو فوزالي بيان اجوردي جو في تحية للتاكسي جميع. تحية للتاكسي جميع في 180 على اليمين. دخلت البارح. يلا. نعم معناتها اسمي اسكندر ملاك، جي 27 ans، شو ريسبونسابل امبور اكسبور دون سوسيتي. والباهي ان فهم كي قلنا له يحكي بالعربي. يلا. سايبو سايبو. لك دو كوميم شوية قدر شوية قدر. تفضل تفضل سي اسكندر. دونك توا معناتها سي اون بارل كونكريتمون دو لا سيتواسيون اللي صاير في تونس. اي. كي نشوفوا معناتها احنا اون اي با ان باي برودكتور. احنا نبارتيو كل شيء معناتها كازيما كل شيء سا سوفوا بارابور ميزانية معناتها البالانس كوميرسيال نتاع تونس حتى التمر كل اي كل شيء التمر ون لي زامبورت بار دي سوبر تانكير اللي نجيبو فيهم من روسيا مثلا. تو عندك اون شوف تا بليزيور فاكتور كي فون جوي. احنا نحكيو على تونس لو دينار تونيزيان هي سي فيبل تحب ولا تكره. الى توجور ايتي سور ايفالوي معناتها بار لا بانك سنترال. فهمت اوتر شوز انا تو سكي بروبليم لوجيستيك اكتوالمون ان البنك المركزي في ازمه ماليه لهذا لا نصدر بل نورد. تمام تمام ميرسي يعطيك الصحه. خلنا نفهموا المشكله بعد طنا نحكيو طنا كمل سيسكا سامحنا يا خويا اسكندر. تفضل الله غالب فوضى فوضى كمل لنا سيدي. بخلاف مشكله الدينار اعطينا علاش علاش تو اكتوالمون معناتها كي تشوف il y a un gros problème d'espace mais il y a le covid. Oui mais il y a le covid il y avait il y a plus assez de conteneurs. Allez je fais plusieurs facteurs. اول حاجه لي ports ils ont fermé. اكبر بورت في العالم هو البورت تاع نينغبو. داكور اللي هو معناتها سي لوزين نتاع العالم عندك نينغبو شنزن. اوكي كي سي دو لاباك كي امبورتو تو اي كون امبورتو تو. وي على بلاد كيما تونس il y a pas de ligne direct. اول حاجه لازمك تعرف معناتها لو كونير اللي مش يتعدى لتونس لازمو يتعدى اكثريتو على مالطا ومن مالطا يتعدى لتونس. داكور مالطا سي لو هوب نتاع تاع المير ميديتيراني. واضح دونك ديجا يا سو بروبليم. اوكي لي امبورتاتور ايزون ايسيي دو تروفي دوتر سوليسيون مثلا لو فيروفيير امبورتي معناتها تجيب تران تبعث تران حتى لهولندا ولا لالمانيا ومن المانيا تبعث لتونس. فهمتك ما اي نحب نفسرك راهو اللي يحكي فيه اسكندر الكل قاعد ياثر على القدره الشرائيه للمواطن التونسي بيان سور باش على الاخر بيان سور سنو اه مش نعطيك جو دوني دي زيكزامبل كونكري. تو مثلا لو فيروفيير كو 30% بلوجير كو الماريتيم عمناول ولا وتعمناول الكونتينر كارون بي تعمل ابوبري 2500 دولار
زيد الدينار معناتها سافزي كوا 2500 7000 دينار ا ببري entre 7000 et 8000 دينار كونتينر حاليا يتباع ا ببري 17000 دولار هو الامبورتاتور اللي مش يجيب لك مثلا لافابو ولا مش يجيب لك اي حاجه اي يفان باكتي الكليون تاعو ديريكتومون قاعد يدفع اكثر يدفع اكثر اي سي لو كليون فينال كي باي الكليون فينال هو شكون المواطن التونسي الكونسوماتور وهذه بالله المشكله الاولى من شكون صنع يا توانس المشكله الاولى والاصليه ديجا تحمل تكره سايت الكوفيد سايت الكوفيد علاش عندك ترو جروب برودكتور نتاع كونتينرات كي نقول الكونتينرات فريمون لو كونتينر الكادر كيما نقولوا بالتونسي عندك ثلاثه معامل كبار يعني في الشين كي سكروا الشين كامله ديجا كل شيء يقف. يا فين بروبليم دو روتاسيون خاطر العاده مثلا يبعثوا الكونتينر يبعثوه لامريكا يبعثوه على بورت لوس انجلوس ومن لوس انجلوس يبعثوه مثلا في كليفلاند ولا ميلواكي او سنتر دو بيي. إذا اتوندي كو تجي صلاح باش يعاودوا يصدروه للشين بو معناتها بو غاتخابي اون كيلكو سورت اي بو ريوتيليزي سيكوندير. سوف كاكتشيلمون يافي بلو دو باتو لي بور فيرمي دونك ما تنجمش. واو. وتوا التونسي معناتها ينامباكتي توا سي ديريكتومون شي سير افيك Vas-y. Avec les compagnies maritimes, ils ont une sorte de pouvoir à l'moitenir, à l'essai de col. Ça, que le matin, il n'y a pas très longtemps, bord ta Casablanca, au Fitons, ils ont rajouté une taxe. Donc, on m'a dit, Alina, et donc automatiquement, Arna Twins, on se retrouve dans une situation précaire. Donc, nous avons une chose qui nous a dit, nous avons une chose qui nous a dit, nous avons une chose qui nous a خاطر هكا انا ماشيين ونسمعوا كان في الاخبار الله مصلي على النبي هكا وي وقت اللي ما تبدا ماكش بلد مصنع تلقى روحك في القهر هذايا تسمى قهر على خاطر شوف الجزائر مثلا الجزائر معناتها سان بيز سيغت برودكتور دو بترول مي كي جات الكريز نلقاو روحهم فلسين وي اوتوماتيكمون خاطر ايزامبورتي تو كونسوماتور زاد اكزاكتومون احنا اون سوليسيون سامحني سي دو جوي سور لا برودكسيون لوكال وي وي سي سامحني في بلاصه احنا حد اسمع الزيتونه ولا نجيبوا فيه اي هذيك مشاكل هذيك حاجات كنا نتكلاسوا بهم في العالم هذيك ترافيك هذا ترافيك مثلا حاجه كنا معناها عندنا هكا حويجات خفاف اللي ينوروا بهم رواحنا برتقال الزيتون التمر تو ولا كل شيء قاعدين نجيبوا فيه من برا لوين ماشيين سوف كو سوني با دي برودوي افور فالور اجوتي سامحني اكزاكتومون جوستومون احنا مادام نحكيو على الغلي وكل شيء غلي دونك مدام اسكندر بحذينا اون بروفيت الغلي نتاع الديار في الكري بالنسبه للزيتيديون ولا بالنسبه للعائلات شنو هي الحل نتاعو ولا بشنو تنجم تفسر معناتها الخمس سنين الاخرين نلقاو ليزيتيديون سورتو اللي يجيو من ولايات اخرى باش يخدموا ولا باش يقراو ولا ينجم معناتها اللي ينجم يخلص الكري غالي تلقى اس بلس 1 ولا اس بلس 0 ب 600000 هو يجعلو باش يخلص ماكلته ساعات تلقى مسكين اللي معناتها تلقى عنده ديجا شارج وترونسبور وقرايه عام كامل هي مسالت زيت زيتونه اللي قال على في مره فيك تضحك جدي في بلد عدت للكري انت رجعت للزيت زيتون لا نحب نسال سؤال بالحق خاطر سمعت حكايه يعني مره انه فما حاجات ياخذوهم من برا ياخذوهم من عنا برخيص مثال ياخذوا زيتون ولا ما نعرفش برخيص من تونس ويعطيونا الزيت ويلعبوا على الامبلاج والماركتينغ وكالجو ويجيو يبيعوه بالغالي يعاودوا يبيعوه بالغالي في تونس وقت اللي هو تونسي على باز معنا ما عرفش ايطاليا حسب ما سمعت ايطاليا تعمل لك في الزيت مثال مع تونس لو ميور اكزومبل ليبيا اقرب حاجه ليبيا علاش خاطر انت تونسي كي تمشي ليبيا مثلا كي يجيب كون جو اكسبليكي شنو الكونتر بور فير سامبل خاطر تربيت في الجنوب تربيت في بين جربه وبن قردان تخيل كل اهالي جربه وبن قردان اللي يسمعوا فين كي تجي تشوف انت جزيره غادي تا كما سابيل مدعم كل شيء مدعم في ليبيا دونك البرودوي التونسي تلقاه مثلا شي باكو مقرون نقولوا بدينار ولا حاجه التونسي مش يصدروا غادي اوتوماتيكمون كي مشي تعدى الحدود سمو مشي يولي ب 600 فرنك مثلا يعاود يشريه اي دونك سي سا كي كري دي بينوري تا دوتر شوز مثلا الحليب ولا تو سكي ماتيير بروميير اون فادير اليمان بروميير دو نيسيسيتي اليوم مي نو برودوز ريان تحب ولا تكره ليبيا مثلا بلاد مفلقه سامحني من الكلمه ils ont la priorité. Allez, quand même le même produit sur certains produits de base, ils vont payer deux fois plus cher que le Tunisien. Oui. Et c'est pour ça que quand Marat le dit que le halib maqtoua ou الدخان مقطوع اه جوست هو كل شيء مربوط ببعض وما جوست نظره بغيت فوالا على الغلي نتاع الكري في تونس الغلي نتاع الكري يا بليزيور فاكتور معناتها يا بليزيور ريزون
اول حاجه لو بروموتور ايموبيلي اللي مش عامل معناتها مش عامل مشروع مش ياخذ عنده مش ياخذ قرض il va passer par la banque centrale il va passer par par la banque et par un crédit sauf que on a vu qu'on a un pays معناتها بلادنا économiquement ضعيف on a un TMM le taux moyen معناتها d'emprunt est assez élevé معناتها t'as ça sachant que t'as il est dans les alentours de 7% au cas de moindre inflation au cas de la situation économique elle se dégrade au cas de la somme mouchette là à cause bien de ça bien sûr donc tu as ça de deux qui m'a dit qu'il y a n'importe quel chose t'as pas le temps de faire trois mètres de dehors معناتها في تونس sans citer les marques ou la حاجة عندك معناتها في ولاية قروان عندك t'as des projets liés surtout تعملوا بعد الثورة مثلا qui m'a معمل حلو في سيدي بوزيد mais tout ça ça m'a معمل حلو في سيدي بوزيد de plâtre de gypse d'enduit tout ça ça va impacter بوزيد دولة زادت التكسوات عليهم وي وي زادت معناتها انت بروموتور زادوا عليه 20% ولا ناش قداش دونك يا صاحبي في الاخر بالكل المواطن يخلص ميرسي بوكو اسكندر كنت حاضر معنا اليوم بربي جوست باش نخدم للملاكه باش نخدم سامحني بجمله الملاكه اللي عندهم ديار العبيد اللي قاعده تكلي لي ستوديون ولا العبيد اللي قاعده تكلي العائلات روفوا شويه على العبيد راهو ما يجيش اس بلس 0 ب 700000 600000 تلقاها في بلاصه ياسر خايبه ولا في زنقه وشهرين اي شهرين ضمد شهر كري راهو حاجه انورم جيت لهم تعذر تنجم تلقى راهو معناه ملاكه هو بيدو تلقى عنده كانك الشيء هذاك يسقط من انا ما نجمش انا ما نجمش نعذر ملاك سامحني والله عندي ثلاثه سامحني فوربوندير فاضل باش نسكر واحد باش نسجل فوربوندير بارابور سا ما يوفاش على خاطر الموضوع ما يوفاش شكون قبل الجاجه كنت ترى الطلبه في الجروبيت نتاع الكولوكاسيون واللوكاسيون في الجروبيت نتاع اعطيهم نمرو يعطيني بالشهرين بالشهرين وبالثلاثة هما يفركسوا في بيت وإلا في دار باش يسكنوا فيها وتوا فما عبيد رجعوا يقراوا ولتوا لقاو ديار وين يسكنوا نكملوا مع اسكندر ديار سكر لو بروبريتير لو بروبريتير انا جدي سا غادر مش اشتي من معناتها ما مرتي جاشتي انا اشتي ان ابارتمون يا با لونتون مبروك يا سيدي عايش خويا عايش ميرسي عايش كي تجي تشوف تو معناتها لي زامبران باكير طالعين ياسر دونك اوتوماتيكمون الملاكي فا امباكتي لو لوكاتير سي نورمال مش لقى روحو خاسر انت كي تشوف البنك سنترال اللي تدون ان تي ام ام اسيت اكزاكتومون اي لا بانك نتاعك تعمل في معناتها اون مارج دو 2.5 بوان سور تو او مينيموم سي با نورمال وزيد اخر حاجه سامحني بونجور اون ا دي تو فاريابل في تونس فو سافوار سا او نيفو بانكير اي مونيتير اللي كان تاخذ قرض اقل من 15 سنه وشهر لو تو اي فاريابل كان معناتها البلاد تبلع كل شيء مش يزيد يطلع معناتها دونك مربوط ببعض شكرا طرق بس مربوطه ببعض وكان زدنا حكينا شويه رانا رجعنا للقمح والدهن والدقله راهي مربوطه ببعضها والدينار التونسي مسكين في حاله مرمد مرغط حالته والطالب التونسي مسكين زي والطالب التونسي مسكين والمواطن التونسي مسكين ولكن اون دو فيفر اي سورفيفر لازمنا نتفائل الحمد لله التونسي مسكين لازمنا نتفائلوا خير ولازمنا نعاونوا بعضنا المهم فما الاسبوار وفما ان شاء الله بقدرة ربي دماغات كيف كنت يا خويا اسكندر أشبر. اللي باذن الله يعملوا كل شيء باش يطوروا البلاد ويخرجوها من المأزق هذا ومتاكدين احنا من راس الهرم اللي هو يمن بالقدرات وبقدرة ربي جاي خير ونعطيوا حايد موزيكا توا واش عندنا كاتيبون عندنا جموعه تستنى شاد الصف حتى طرف موزيكا خلينا نسمعوا ومن بعد نرجعوا لثلاثه فيديوهات اللي باش نضحكوا فيهم او 49 دقيقة مرحبا بكم هذه ولاد ديجيتال ونتفرجوا فينا على اي اف ام تي في والناس اللي تسمع فينا فكرة هبة ما زلنا مواصلين حتى المساعتين لاخر دقيقة نسيب برقيبة يتواغل في الاستوديو اجواء احتفالية ديجيتالية شبابية مرحبا معز فيك معز كاتيبو هبل كاتيبو عمل معلم نكون سامع سلك الدب شرف كاتيبو بيان سور تحية الكاتيبو تحية such an inspiration كاتيبو يا مان زعزفون باللوز كاتيبو ذكرها مليح عندك تاريخ معها كاتيبو عندي برشا تاريخ وبرشا عمال وتحية زادة الشباب الدب وتحية زادة الثامر مكي وماستي وماتسي وقلعي على الكونسيت باب البيت وبرشا بوكو كونسيت موجودين في البلاد الحمد لله فرحانين برواحنا والثورة صارت في الراب اللي ما يحبش يستعرف بالثورة وصايرة في السينما والحمد لله يا ربي دونك باش نحكي بالسينما بعد شوية مع مالك بالحاجة اللي قاعد يقانس تو في الميكرو ما فهمتش قاعد يشوف في الميكرو معز صباح
الحمد لله. مرحبا بك معز. ميرسي بوكو. كل مره تنورنا منورنا انت سابك رجعت ورجعت. معز اخي جوست سكر الفلاش تليفونك الفلاش يخدمني مجهرك الفلاش ما يساعد الفلاش سي عم ستيل سعد اضواء الشهر انت واو هذاك علاش موجود هنا معز اللي فانيت هذوما عندنا نوع اخر تاع فانيت انا جوفاليت جوفاليت معز جوفاليت ياه السيناريست تاع الحلقه قال لك جوفاليت يا خويا مرحبا بكم ومنورين وان شاء الله نكونوا خفيف ظل على الناس اللي تسمع فينا راهي مسؤوليه كبيره نسيم سافا باش نفرجك نسيم بنبنن بيك باش ترقد نفرجك في 3 فيديو نسمعهم مع بعضنا زاد نجم نسمعهم ونجم نركزوا معاهم هذوما الضامرين نتاع الضامري اي كلاب 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 شنو عمل لك زعما كان هو عنده المعلومه اي شلون حبيان قلت له معناها شنو مسيفين بيل جيتس ايلون ميوسك وجيني نجس عليك انت تقول هود برلور قال لي انا قلت لك عادين حاجتهم بينا يا حما يا ودي قلت له انت دار 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 امك وابوك ما عادش حاجتهم بيك ثم ماما راه ما تخافش انت ما تركب عليك حتى بيس على خاطر راسك اي كلود ملا جيني معناها جيني انت تدي مخ كان تعرضوا معلومه تاع مع سيلفي ما مخك فارغ غالي برمش يزرق منك ومركك تي برا كنت تحسب الواحد للعشرة بالانجلية تدري دي مالي ترقد وتعود شفيه معلومات راسك في رسالة كيك بالبرقدين وخايف عبي اول في الزبرة شفيه من يا ولد يا ولد استنى مالك مالك عنده ما يجاوب هذا يفك كل التليفون هذا يا يمشي كل حاجه ما سمعكش تصبوا له كرجي هذا هذه مش حاجه تنح حد شيء يدش بيه هذا يا ملك هذا لحظه لحظه فوق دحيله مدلو فيكس ماش مدلو بورتابل لا فيكس هكا هو لا حتى الفيكس نجم يعمل به واي فاي وكل ما عاد عجبني كليب عجبني كليب شاف التيم نتاعي تو بما انه الكلاشات مازالوا متواصلين اني وكليب معناها من عهد سالدو سبور وكذا ما جمع الناس كل نحب نقول له يا كليب راهو الراجل اسمه ايلون ماسك واسمه اي كلاود مش اي كلود تحب نقريك اي كلود صحيح صح نعلمك راهو مش هذا الهدف بتاع الروبريك لا لا الهدف تاع الروبريك فرصتي حاب يقول كلام ما هو فرصتي بربي كمل بربي كمل نسيم كمل فرصتي كمل انا ما يضحكنيش الحقيقه ادخل اتفرج اخويا تحيه لكليب والله نحبه والله شجعوه ضحك والله ضحك لا مش تخلع عاش تربخت يا وي وي فيديو ثاني هبطوا عليه الرجل فكتوا بعض الفيديو الثاني كليب عليه هكا كليب شباب الديجيتال الفيديو الثاني وين اذا نستناو في الفيديو الثاني لطف هاي عليا برا برا غير اختي انا مرتاحين نتحكى مشوار ونرجع تشوف كل شارع هاي من العرض فيها شنو الربعي في وين تبليت نسيتها مدام وانت علاش هذا كيش انت وين اشترطت ديتكم هنايا الطبليه اش بيك محمره ومدام غير على اساس فريق الكاريدي كان بار مدام نعم سبعة خمسة مين خمسة 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 نعود نعلق زادا دوك خلينا نعلق حبا ستوري دي ستار متاع الانستغرام تحية ليه بالحق موضوع فما برشا معناتها يمكن يعملوا مكياج البنيات الصغار والاخرين يلبسوا والقايمين ما يقصروش زاد والقايمات القايمات لا يبدا يقصروا القايمين ما يقصروش حسيتوا كل واحد يقصر وحده انا ما فهمتش يخليوا خدمتهم دابيتود ويشدوا لك وجهك في البيب وانت داخل 8 نتاع الصباح شبيها روبتك قصيره شبيك قده شعرك اي ما فما لازم تحترم المؤسسه التربويه زاد فما لا فما اللي ما يحترموش صراحه تبدا جايه مصيفه مازالت مصاب بيكيني جاي تقرا في مخها واحد شبيه الدنيا سخونه والله العظيم لا فما حاجه في العالم الكل نورمال تنجم تمشي لا لا تقرا لا لا في العالم الكل فم لا 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 كذبه كبيره ذي صحيح في العالم الكل فما توني كوريكت اللي هو تستعرف به كل مؤسسه تربويه وكل مؤسسه مسؤوله كي موجود عندنا في تونس نتصور فما مراول لهم في كندا فما برشا نحب نقول حاجه نعم علاش اليوم اللي يحب يضحكي يستعمل اللهجه هيك معنا احنا وين تو نحكي على خلت عدو الفيديو الثالث نسيم تحية نسيم برقيم خلت عدو الفيديو الثالث ربي مزيد روبريك متاع خلت عدو الفيديو الثالث انت خلت عدو الفيديو الثالث باهي باهي تيش ما تغشش خلت عدو الفيديو الثالث ما عندناش البيك ميلك
لاباس بقيت الفريق بديس وهنا فهري مالك بالحال تفضل. انا ما حضرتش اي في بالي ما نحكينا في السانكيم سيزون تاع كازا دي بابيل حتى نتفرج كوكو فيها عادي ونحن قلنا له شيء العزيز الشناوي اللي حكينا عليه المره اللي فاتت اللي عمل كور متراج كورينتي راهو قاعد يهز في ليبري على بعضه سنغافور روما غالي شيء قبل البلدان مشي كواكب تو مشي هذا كل شيء تبارك الله عليك عزيز وكمل وانا معك ان شاء الله في اختي والله الاعلام تحرك ان شاء الله نشوفوا الفيلم هذا في تونس بيان سور. دونك ميرسي بوكو كانت هذه ولاد ديجيتال تحيه لكم من كنتوا ان شاء الله المواضيع نتاعنا عجبتكم ان شاء الله كنا خفيف عليكم ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله السبت القادم في اولاد ديجيتال باش نعاودوا نسمو اغنيه خاصه الاغنيه خاصه بالمنتخب الوطني كره السله اللي واجه حاليا الكاب فير في النصف النهائي دونك في الفرو باسكيت حصريا على اي اف ام على والا على الابلكاسيون وراب 100% راب تونيزيان. ميرسي بيبي الى اللقاء في الحلقه القادمه.